السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الرابع الابتدائي. النهاردة هنكمل مع بعض درس سطح مصر اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، وطبعا احنا عارفين ان درس سطح مصر من دروس الترم الاول في الجغرافيا. طيب اتكلمنا عن ايه، او اخر حاجة اتكلمنا عنها في درس سطح مصر؟ اشكال اليابس على سطح الارض، واتكلمنا عن الاشكال اللي موجوده على سطح الارض من اليابس، وقلنا اليابس يعني اماكن اقدر امشي فيها على رجلي من غير ما احتاج مثلا سفينه، لكن الماء لازم احتاج سفينه، ان انا مش هقدر امشي في الميه برجلي. تمام. طيب خدنا زي ايه اشكال اليابس على سطح الارض، اتكلمنا عن الجبال، اتكلمنا عن الهضاب، اتكلمنا عن السهول. النهارده هنكمل اشكال سطح اليابس على سطح الارض. اول حاجه هنتكلم عنها او هنكمل بيها الكلام المنخفضات. يعني ايه منخفضات؟ بص معايا على الصوره دي، بص المنخفضات عباره عن ايه، هي ارض منخفضه عما حولها، ارض منخفضه عما حولها. يعني ايه؟ هنلاقي اماكن عاليه كده وفي حته ارض نازله لتحت شويه، الحته اللي نازله لتحت شويه دي يعني ارض منخفضه عن باقي الارض اللي حواليها، بنسميها ايه؟ منخفض. بنسميها ايه؟ منخفض. فتعريف المنخفضات عندي هي ارض منخفضه عما حولها. طب ايه هي اشهر المنخفضات اللي موجوده عندي في مصر؟ قال لي موجود عندي منخفض القطاره. طب فين منخفض القطاره؟ اهو موجود عندي في شمال الصحراء الغربيه، شمال الصحراء الغربيه. يبقى يعني ايه منخفض؟ قلنا المنخفضات هي ارض منخفضه عما حولها، بتكون كل الارض عاليه كده لكن المنخفض ارض نازله لتحت شويه، منخفضه شويه، عشان كده سميناها منخفضات. طيب ايه هي اشهر المنخفضات اللي موجوده عندي في مصر؟ قلنا اشهر منخفض موجود عندي في مصر هو منخفض القطاره. بص معايا على الخريطه، منخفض القطاره موجود في شمال الصحراء الغربيه. طيب ايه هي بقى باقي اشكال سطح اليابس على سطح الارض؟ عندي تاني حاجه نتكلم عنها الجزر. يعني ايه جزيره؟ قال لي الجزيره بص معايا على الصوره دي عباره عن ايه، مكان يابس، قطعه ارض حواليها المياه، حولها المياه من جميع الجهات. اقول تاني، يعني ايه جزيره؟ يعني ايه طبعا جزر ده جمع جزيره. تمام. يعني ايه جزيره؟ الجزيره دي عباره عن ايه، قطعه ارض يابسه تحوطها المياه من جميع الجهات، تحفها المياه من جميع الجهات، يوجد حولها المياه من جميع الجهات. يعني ايه؟ حتة ارض حواليها المياه من كل الجهات، دي بسميها جزيرة. يبقى تعريف الجزر ايه؟ مساحة من اليابس تحيط بها المياه من جميع الجهات. مساحة من اليابس تحيط بها المياه من جميع الجهات، يعني مفيش اي حتة هيكون مش حواليها مياه في الجزيرة، الجزيرة حواليها المياه من جميع الجهات. تمام. طيب عايزة امثلة على الجزيرة، قال لي زي جزيرة شدوان. جزيرة شدوان بص معايا كده، جزيرة شدوان موجودة هنا في البحر الاحمر. تمام. يبقى هنقول تاني، الجزر مساحة من اليابس تحيط بها المياه من جميع الجهات. قلنا مثال على الجزيرة زي جزيرة شدوان موجودة في البحر الاحمر، ولو بصينا على جزيرة شدوان هنلاقي اهي ان هي بيحدها خليج العقبة وخليج السويس والبحر الاحمر، يعني من جميع الجهات بتاعتها. تمام لحد كده. طيب في بقى حاجة اسمها اشباه الجزر، حاجة اسمها اشباه الجزر. يعني ايه اشباه الجزر؟ يعني جزيرة بس ايه، مش جزيرة كاملة. يعني ايه مش جزيرة كاملة؟ انا قلت من شوية الجزيرة ارض او مساحة من اليابس تحيط بها المياه من جميع الجهات. طيب امال يعني ايه شبه جزيره؟ يعني مش زي الجزيره بالظبط، امال ايه؟ قال لي برضه هي قطعه من اليابس تحيط بها المياه. طب ما كده زي الجزيره بالظبط، لكن لا تحيط بها المياه من جميع الجهات، لا تحيط بها المياه من ثلاث جهات فقط. اما الجزيره تحيط بها المياه من جميع الجهات. تمام. لكن شبه الجزيره قطعة من اليابس، مساحة من اليابس تحيط بها المياه من ثلاث جهات فقط. تمام. بص معايا كده، الصورة دي
عبارة عن ايه؟ زي اهي الجزيرة قطعة ارض تحيط بها المياه اهو، ادي الجهة دي والجهة دي، وجينا للحتة دي عبارة عن ارض قطعة يابسة، ارض يابسة متصلة بالجزيرة، يعني فيه جنب من الاجناب بتاعة الجزيرة بيكون متصل باليابس ما فيهوش مية. طب التلات جهات اللي حوالين الجزيرة التانيين بيكونوا مية، تمام؟ يعني لو هنفترض ان الجزيرة حواليها اربع جهات، تمام، الجزيرة الاربع جهات هيكونوا كلهم مية، لكن الشبه الجزيرة هيكونوا ثلاث جهات مياه واحدة يابسة، تمام؟ فتعريف شبه الجزيرة عندنا هو مساحة من اليابس تحيط بها المياه من ثلاث جهات، مساحة من اليابس تحيط بها المياه من ثلاث جهات. طب أنا عايزة مثال على شبه الجزيرة، قال لي زي شبه جزيرة سيناء. شبه جزيرة سيناء، بص معايا على الخريطة كده نشوف شبه جزيرة سيناء، ادي هنا شبه جزيرة سيناء. بص معايا، عايزة اعرف شبه جزيرة سيناء ايه المكان اليابس او ايه المكان المية اللي محيط بيها. لو بصينا اول جهة في خليج العقبة، تاني جهة خليج السويس، تالت جهة البحر المتوسط، رابع جهة فلسطين. طب فلسطين دي مية ولا ارض يابسة؟ لا، ارض يابسه، لذلك اعتبرنا الحته دي سميناها شبه جزيره. ليه؟ تحيط بها المياه من ثلاث جهات فقط. مين هما الثلاث جهات دول؟ خليج العقبه، خليج السويس، البحر المتوسط. طب الجهه الرابعه موجود مين؟ دوله فلسطين. تمام لحد كده؟ طيب بكده نكون خلصنا مع بعض اشكال اليابس على سطح الارض او على سطح مصر بشكل عام، وقلنا ان اشكال اليابس عباره عن ايه؟ الجبال، الهضاب، السهول بأنواعها سواء سهول فيضية أو سهول ساحلية. اتكلمنا كمان عن المنخفضات والجزر وأشباه الجزر، وعرفنا تعريف كل واحدة من دول. طب أنا كده اتكلمت عن أشكال اليابس على سطح الأرض، عرفت إيه هي الأماكن اليابسة على سطح الأرض، لكن أنا عايز أعرف حاجة تانية، حاجة مختلفة. مش أنا بقول لك دلوقتي سطح الأرض عبارة، أو خدت المرة اللي فاتت في الدرس اللي فات اتكلمنا وقلنا سطح الأرض عبارة عن حاجتين، يا إما أماكن يابسة أقدر أمشي عليها برجلي، يا إما مسطحات مائية لازم أمشي فيها بسفينة وإلا هغرق لو أنا مش متعلم العوم. طب دلوقتي أنا هتكلم عن المسطحات المائية على سطح الأرض أو على سطح مصر بمعنى صح. اول حاجه هنتكلم عنها طبعا مشهوره عندنا البحار، الصوره اهي دي تديني صوره بحر بتبحر فيه سفينه. طب انا عايزه اعرف في الجغرافيا تعريف البحار ايه. بص معايا كده، البحار عباره عن ايه؟ مساحه من الماء المالح، ونركز في كلمه ماء مالح. معنى كلمه ماء مالح يعني انا مش هقدر اشرب من ميه البحر لانها مياه مالحه لا تصلح للاستخدام البشري، مش هقدر استخدمها في حياتي واشرب منها، تمام؟ يبقى تعريف البحار مساحه من الماء المالح اصغر من المحيط. معنى ذلك ان في حاجه اكبر من البحر؟ ايوه، في حاجه اكبر من البحر اسمها المحيط، تمام؟ طب يا ترى ميه المحيط مالحه زي ميه البحر؟ بالظبط، ميه المحيط مالحه زي ميه البحر. معنى ذلك ان انا ما اقدرش كبني ادم اخد ميه من ميه البحر او ميه المحيط واشربها؟ لا طبعا، ميه البحر او ميه المحيط لا تصلح للاستخدام البشري بدون معالجه. يعني ايه بدون معالجه؟ لازم اعمل تنقيه لميه البحر او تحليه لميه البحر او ميه المحيط، ان انا احوش منها الاملاح وكده اقدر استخدمها، ودي طبعا محتاجه معامل كيميائيه ومصانع وحاجات تانية، تمام؟ يبقى تعريف البحار مساحه من الماء المالح اصغر من المحيط. طب طبعا لو احنا درسنا الخريطه وفاكرينها زي ما احنا خدناها، طيب ايه هما اشهر بحرين موجودين عندي على الخريطه؟ طبعا البحر الاحمر والبحر المتوسط. ادي هم مشهورين او موجودين على الخريطه، هنا البحر الاحمر وهنا البحر المتوسط، تمام لحد كده؟ كده اول حاجه اتكلمت عنها في المسطحات المائيه البحار. طيب عندي ايه تاني في المسطحات المائيه؟ البحيرات. يعني ايه بحيرات؟ بص معايا على الصوره دي، ده شكل بحيره. طيب عايزه اعرف تعريف البحيره في الجغرافيا. البحيره عباره عن ايه؟ مساحه صغيره من الماء المالح او العذب. يعني ايه البحيره؟ مساحه ميه صغيره اصغر من البحر. ايوه اصغر من البحر، لكن ميه البحار معروفه كلها مياه مالحه، لكن هنا البحار ببحيرات بيقول لي ايه؟ البحيرات مساحه من الماء المالح او العذب.
يعني ممكن الاقي بحيرات مالحة لا تصلح للاستخدام البشري ما اقدرش اشرب منها، لكن ممكن تاني الاقي بحيرات عذبة ان انا اقدر اشرب منها. تمام؟ قال لي يحيط بها اليابس من جميع الجهات، يعني ايه؟ بتبقى قطعة مية موجود حواليها اليابس من جميع الجهات، بسميها بحيرة، بسميها بحيرة. يبقى هنقول تاني يعني ايه بحيرة؟ البحيرات مساحة صغيرة من الماء المالح او العذب، يحيط بها اليابس من جميع الجهات، يحيط بها اليابس من جميع الجهات. طب انا عايزة اعرف او اخد مثال على بحيرة تكون بحيرة مالحة وبحيرة تكون بحيرة عذبة ويكونوا موجودين عندي في بلدي في مصر. بص معايا كده، عندي بحيرة ناصر بحيرة عذبة، لكن عندي كمان بحيرة قارون بحيرة مالحة. تمام كده اتكلمنا عن البحار، قلنا مساحة من الماء المالح اصغر من المحيط زي البحر الاحمر والبحر المتوسط. اتكلمنا كمان عن البحيرات وقلنا مساحة من الماء لكن الماء المالح او العذب، ممكن الاقي بحيرات مالحة ممكن الاقي بحيرات عذبة. بحيرات يحيط بها اليابس من جميع الجهات، وخدنا مثال على البحيرات العذبة زي بحيرة ناصر وعلى البحيرات المالحة زي بحيرة قارون. طيب بص معايا على الخريطة عشان نعرف مكان بحيرة ناصر وبحيرة قارون. بحيرة قارون هنا فوق اهي عند محافظة الفيوم، لكن بحيرة ناصر تحت خالص كده عند تحت نهر النيل. تمام لحد كده؟ طيب نيجي بعد كده حاجة جديدة هنتكلم عنها او يمكن ما سمعتش عنها كتير غير في الخريطة، الخلجان. الخلجان يعني ايه بقى؟ خليج. بص معايا كده، الخليج زي ما احنا شايفينه في الصورة كده. طب انا برضو مش فاهم الصورة، انا عايز تعريف جغرافي افهم منه الصورة دي. بص معايا كده، تعريف الخلجان هي امتداد الماء المالح داخل الماء اليابس. امتداد الماء المالح داخل اليابس، يعني ايه امتداد الماء المالح داخل اليابس؟ يعني مساحة من المية بتكون مالحة، معنى ذلك ان الخليج مش مية عذبة، الخليج مية مالحة زي مية البحار وزي مية المحيطات وزي مية البحيرات المالحة. تمام؟ الخليج عندي امتداد ماء مالح، قطعة مية او مكان فيه مية مالحة بنلاقيها دخلت جوه اليابس زي كده اهو، دي ارض ودي ارض لقينا المية دخلت وسطهم، ده بنسميه خليج، ده بنسميه خليج. طيب احنا لو خدنا او لو فاكرين الخريطة عندي مثالين على الخلجان على الخريطة. اول مثال هو خليج السويس، خليج السويس. تاني مثال هو خليج العقبة، خليج العقبة. طب كده يبقى انا اخدت تعريف الخلجان وقلنا الخلجان هي امتداد الماء المالح داخل اليابس، امتداد الماء المالح داخل اليابس. تمام؟ زي ما احنا شايفين في الصورة كده، دي قطعة ارض يابسة، قطعة ارض يابسة كمان في الناحية التانية، الماء المالح دخل بينهم في النص. طيب قلنا مثال على الخلجان خليج السويس وخليج العقبة، زي ما احنا شايفين على الخريطة كده، ادي البحر الاحمر، ادي هنا خليج العقبة جنب دولة فلسطين، وخليج السويس هنا في الناحية التانية. تمام؟ كده عرفنا اماكن الخلجان. كمان نتكلم بقى عن تالت حاجة هنتكلم عنها في المسطحات، او رابع حاجة هنتكلم عنها في المسطحات المائية، الانهار. وطبعا انتوا عارفين اشهر نهر موجود عندنا في مصر هو نهر النيل، واتكلمنا عن التاريخ وقلنا ان نهر النيل هو مصدر الحياة على سطح الارض، وهو كمان يعتبر اهم حاجة او يعني زي ايه ملهم الحياة عند المصريين القدماء. وده شكل نهر النيل، ودي عبارة عن سفن ماشية في نهر النيل. طب تعريف الأنهار عندنا في الجغرافيا ايه؟ مجاري مائية عذبة، معنى ذلك ان الأنهار عبارة عن ايه؟ مياه عذبة كلها. طب هينفع يا مس الاقي نهر تكون ميته مالحة؟ لا طبعا، ما عنديش اي نهر تكون ميته مالحة، جميع الأنهار ذات مياه عذبة، جميع الأنهار ذات مياه عذبة. وقلنا أشهر نهر موجود عندنا هو نهر النيل. بكده نكون خلصنا درس النهاردة، وعلشان نجمع الدرس كله على بعضه، احنا اتكلمنا عن سطح مصر، واتكلمنا وقلنا ان سطح مصر عبارة عن حاجتين، عبارة عن
يابس ومسطحات مائية. اتكلمنا عن اليابس زي الجبال وزي الهضاب وزي السهول وزي المنخفضات والجزر وأشباه الجزر، تمام؟ اتكلمنا عن المسطحات المائية النهاردة، واخدنا تعريف البحار، واخدنا تعريف البحيرات، واخدنا تعريف الأنهار كده، تمام؟ وعلشان نتأكد ان احنا فهمنا الدرس، تعالوا معايا نحل تدريبات. بيقول لي أمامك خريطة صماء لمصر، اكتب مدلول الأرقام الموضحة عليها. يعني اداني الخريطة وبيقول لي عايز أعرف مكان كل رقم من دول ايه. أول حاجة بيقول لي رقم واحد منخفض نقط، أنا عايز أروح، فين رقم واحد؟ رقم واحد هنا. احنا اتكلمنا من شويه وقلنا هنا في شمال الصحراء الغربيه، ما اشهر منخفض موجود عندي اسمه منخفض ايه؟ منخفض القطاره. طيب نيجي لرقم اتنين، بيقول لي البحر نجد. رقم اتنين هنا ده اسمه البحر الايه؟ البحر الاحمر، تمام. رقم تلاتة بحيرة نجد، انا قلت البحيرة اللي موجودة فوق عند محافظة الفيوم اسمها بحيرة ايه؟ بحيرة قارون. نيجي رقم اربعة خليج نقط، بصوا هنا هو حاطط هنا على الخليج دوه رقم اربعة وبيقول لي انا عايز اسم الخليج ده. طيب هنا خليج السويس، هنا اخر حاجه رقم خمسة جبل نقط، ودي اتكلمنا برضو عنها وقلنا ده جبل اللي موجود في برضو في الصحراء الغربيه، جنوب الصحراء الغربيه، اسمه جبل العوينات. وبكده نكون نهينا درس النهارده، وان شاء الله اشوفكم الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.